رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله حسب الوعد بالحياة التي هي في المسيح يسوع إلى ابن الحبيب تيموثاوس، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. أحمد الله الذي أعبده بضمير طاهر كما عبده أجدادي، وأنا أذكرك ليلاً ونهاراً في صلواتي. أتذكر دموعك فيشتد شوقي إلى رؤيتك لأمتلئ فرحاً، وأتذكر إيمانك الصادق الذي كان يسكن قلب جدتك لوئيس وقلب أمك أفنيكة، وأنا واثق أنه يسكن قلبك أيضاً. لذلك أنبهك أن تضرم الهبة التي جعلها الله لك بوضع يدي، فما أعطانا الله روح الخوف بل روح القوة والمحبة والفطنة، فلا تخجل بالشهادة لربنا وبي أنا سجينة، واشترك في الآلام من أجل البشارة متكلا على قدرة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بفضل أعمالنا بل وفقا لتدبيره ونعمته التي وهبها لنا في المسيح يسوع منذ الأزل، وكشفها لنا الآن بظهور مخلصنا المسيح يسوع الذي قضى على الموت وأنار الحياة والخلود بالبشارة التي أقمت لها مبشرا ورسولا ومعلما. فأحتمل المشقات ولا أخجل، لأني أعرف على من اتكلت، وأثق بأنه قادر على أن يحفظ ما أتمنني عليه إلى ذلك اليوم. فأعمل بالأقوال الصحيحة التي سمعتها مني، واثبت في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بعون الروح القدس الذي يسكن فينا. أنت تعرف أن جميع الذين في آسيا تخلوا عني، ومنهم فيجولوس وهرموجينيس. رحم الله بيت أونيسيفوروس لأنه شجعني كثيرا وما خجل لقيودي، بل أخذ يبحث عني عند وصوله إلى روما حتى وجدني. أنعم الرب عليه بأن ينال الرحمة من الرب يوم مجيئه، وأنت تعرف جيدا كم خدمني وأنا في أفسس. الأصحاح الثاني. وأنت يا ابني كن قويا بالنعمة التي في المسيح يسوع، وسلم ما سمعته مني بحضور كثير من الشهود وديعة إلى أناس أمناء يكونون أهلا لأن يعلموا غيرهم. شارك في احتمال الآلام كجندي صالح للمسيح يسوع، فالجندي لا يشغل نفسه بأمور الدنيا إذا أراد أن يرضي قائده، والمصارع لا يفوز بإكليل النصر إلا إذا صارع حسب الأصول، والزارع الذي يتعب يجب أن يكون أول من ينال حصته من الغلة. افهم ما أقوله لك، والرب يجعلك قادرا على فهم كل شيء. واذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات وكان من نسل داود، وهي البشارة التي أعلنها وأقاسي في سبيلها الآلام حتى حملت القيود كالمجرم. ولكن كلام الله غير مقيد، ولذلك أحتمل كل شيء في سبيل المختارين حتى يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. صدق القول إننا إذا متنا معه عشنا معه، وإذا صبرنا ملكنا معه، وإذا أنكرناه أنكرنا هو أيضا، وإذا كنا خائنين بقي هو أمينا، لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه. ذكرهم بذلك وناشدهم أمام الله أن لا يدخلوا في المجادلات العقيمة، لأنها لا تصلح إلا لخراب الذين يسمعونها. واجتهد أن تكون رجلا مقبولا عند الله، وعاملا لا يخجل في عمله، ومستقيما في تعليم كلمة الحق. وتجنب الجدل السخيف الفارغ، فهو يزيد أصحابه كفرة، وكلامهم يرعى كالآكلة. ومن هؤلاء هيمينايوس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق حين زعما أن القيامة تمت، فهدما إيمان بعض الناس. ولكن الأساس المتين الذي وضعه الله يبقى ثابتا ومختوما بالقول إن الرب يعرف خاصته،
ومن يذكر اسم الرب يجب أن يتجنب الشر. وفي البيت الكبير تكون الآنية من ذهب وفضة، كما تكون أيضا من خشب وخزف، بعضها لاستعمال شريف وبعضها لاستعمال دنيء. فإذا طهر أحد نفسه من كل هذه الشرور صار إناء شريفا مقدسا نافعا لربه، أهلا لكل عمل صالح. تجنب أهواء الشباب واطلب البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب بقلوب طاهرة، وابتعد عن المماحكات الغبية الحمقاء لأنها تثير المشاجرات كما تعرف. فعلى خادم الرب أن لا يكون مشاجرا بل رفيقا بجميع الناس، أهلا للتعليم صبورة، وديعا في تأديب المخالفين، لعل الله يهديهم إلى التوبة ومعرفة الحق، فيعود إلى وعيهم إذا ما أفلت من فخ إبليس الذي أطبق عليهم وجعلهم يطيعون مشيئته. الأصحاح الثالث. واعلم أن أزمنة صعبة ستجيء في الأيام الأخيرة، يكون الناس فيها أنانيين جشعين، متعجرفين، متكبرين، شتامين، لا يطيعون والديهم، ناكري الجميل، فاسقين، لا رأفة لهم ولا عهد، نمامين، متهورين، شرسين، أعداء الخير، خائنين، وقحين، أعمتهم الكبرياء، يفضلون الملذات على الله، متمسكين بقشور التقوى، رافضين جوهرها، فابتعد عن هؤلاء الناس. ومنهم من يتسللون إلى البيوت ويغوون نساء ضعيفات مثقلات بالخطايا، منقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما ولا يمكنهن معرفة الحق أبدا. وكما أن ينيس وينبريس قاوما موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. هم أناس عقولهم فاسدة، لا يصلحون للإيمان، ولكنهم لن يتوصلوا إلى شيء، لأن حماقتهم ستنكشف لجميع الناس كما انكشفت حماقة يانيس وينبريس. أما أنت فتبعتني في تعليمي وسيرتي ومقاصدي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي واحتمال الاضطهاد والعذاب وما أصابني في أنطاكيا وأيقونية وليسترة، وكم من اضطهاد عانيت وأنقذني الرب منها كلها. فكل من أراد أن يحيا في المسيح يسوع حياة التقوى أصابه الاضطهاد. أما الأشرار والدجالون فيزدادون شرا وهم خادعون مخدوعون. فاثبت أنت على ما تعلمته علم اليقين، عارفا عمن أخذته. فأنت منذ طفولتك عرفت الكتب المقدسة القادرة على أن تزودك بالحكمة التي تهدي إلى الخلاص في الإيمان بالمسيح يسوع. فالكتاب كله من وحي الله، يفيد في التعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر، ليكون رجل الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح. الأصحاح الرابع. أناشدك أمام الله والمسيح يسوع الذي سيدين الأحياء والأموات عند ظهوره ومجيء ملكوته، أن تبشر بكلام الله وتلح في إعلانه بوقته أو بغير وقته، وأن توبخ وتنذر وتعظ صابرا كل الصبر في التعليم. فسيجيء وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم الصحيح، بل يتبعون أهواءهم ويتخذون معلمين يكلمونهم بما يطرب آذانهم، منصرفين عن سماع الحق إلى سماع الخرافات. فكن أنت متيقظا في كل الأحوال، واشترك في الآلام، واعمل عمل المبشر، وقم بخدمتك خير قيام. أما أنا فذبيحة يراق دمها، وساعة رحيل اقتربت. جهدت الجهاد الحسن، وأتممت شوطي، وحافظت على الإيمان، والآن ينتظرني إكليل البر الذي سيكافئني به الرب الديان العادل في ذلك اليوم، لا وحدي بل جميع الذين يشتاقون إلى ظهوره. تعال إلي سريعة، لأن ديماس تركني حبا بهذه الدنيا وسافر إلى تسالونيكي، وسافر كريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية،
وبقي لوقا وحده معي. خذ مرقس وجئ به، لأنه يفيدني كثيرا في خدمة الرب. أما تخيكوس فأرسلته إلى أفسس. أحضر عند مجيئك عباءتي التي تركتها في ترواس عند كاربوس، وأحضر الكتب أيضا، وخصوصا مصاحف الجلد. إسكندر النحاس أساء إلي كثيرا، والرب سيجازيه على أعماله، فاحترس منه أنت أيضا، لأنه عارض أقوالنا معارضة شديدة. ما وقف أحد معي عندما دافعت عن نفسي لأول مرة، بل تركوني كلهم، صفح الله عنهم، لكن الرب وقف معي وقواني، فتمكنت من إعلان الدعوة لتسمع جميع الأمم، فنجوت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل شر، ويحفظني لملكوته السماوي، فله المجد إلى أبد الدهور، آمين. سلم على بريسكلا وأكيلا وعلى أهل أونيسيفوروس. أرستوس بقي في كورينثوس، أما تروفيموس فتركته مريضا في ميليتوس. أسرع في المجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أوبولوس وبوديس ولينوس وكلوديا والإخوة كلهم. ليكن الرب مع روحك، ولتكن النعمة معكم.